شوف يا ولدي، مفيش حاجة تكسر الراجل مهما كان جبروته إلا المرأة. كيف يابا؟ الراجل منينا مهما كان مقامه، لو عشق واحدة خلاص بيجي بين يديها كل خاتم في صباعها، وقدمها كل عيل الصغير تضيع هيبته وتكسر شوكته. أي واحدة يابا؟ أي واحدة يا ولدي، الحريم كلهم طبع واحد. مش حواء طلعت آدم من الجنة؟ حتى أمي؟ أمك هي فين اللي في الحريم كهمك يا ولدي؟ اللي تبقى في النهار خدامة رجلها وفي الليل جريته، لا تعصاله كلمة ولا ترد عليه سؤال. يعني مفيش يابا؟ قلت لك مفيش يا ولدي، وخصوصي بزمانكم. رفيع يا ولدي، خدها نصيحة مني، اوعاك اوعاك وانت كبير العزايزة تخضع المرأة ولا تلين ليها. ولو أذن ربك وتجوزت، إن ما كانتش مرتك جريتك وخدامتك تبقى قلتها أحسن. الله يرحمك يا بابا ويحسن إليك. دي كان حكاية كبيرة قوي. ايه هي دي؟ اللي كنت بتتكلم فيها مع داوود ده. قوي. كانها جديد. قولي ان شاء الله. في الامان يا وهبي. برضك قولي ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ايه فيه ايه يا رئيسة؟ انا خايفة عليك قوي يا وهبي. ما تخافيش على وهبي، واصل وهبي لما يحط رجله بيبقى خابر حاططها فين. ايوه بس شكل داوود ده كده ما يطمنش. فيدي عندك حق، شكله عفش. طب مش هتقولي هي ايه الحكاية؟ هتعرف في وقتها، ما تستعجليش على رزقك. رزقي؟ مش بيقولوا طباخ السم بيدوقوا؟ واحنا طبخنا وسوينا في مطرحك فلازم ينوبك من الحب الجانب. لا وانا ما عاوزاش من الحب ده. بس انا عاوزه ليكي، الحب ده والحب دوكها. طب يا سيدي كتر خيرك، وربنا يخلي لنا داوود ده اللي روق بالك. انا بتكلم بجد يا رئيسه، انا عاوزك تغرقي في الخير. وانا ما عاوزاش حاجه يا وهبي، غير سلامتك بس. وايه يا رئيسه؟ لا لا ولا حاجه، انا بستعجب عليك يا رئيسه. تستعجب ليه؟ اصل حديتك وقلبك مش حديتي وقلب. ايه كمل. مش حديد وقلب غوازي مش كده؟ انا ما قصديش يا بنت الناس. ولا قصدك هو انا مش كده ولا حنكر؟ القعدة بقينا تختم بغم. يا رئيسة اعملي معروف، انا الليلة فرحان وما عاوزش اي حاجة تعكر عليا فرحتي. فرفش القعدة اعملي معروف، يلا فرفشي. حاضر يا وهبي.